هذا سائل يقول: رجل نوى العمرة قبل وصول الميقات ثم نام في السيارة وانقطع عن الميقات قليلا، ثم نوى العمرة بعد وصوله إلى مكة واغتسل وأدى العمرة، هل عليه شيء في ذلك؟ نعم، هذا أحرم من دون الميقات. كان الواجب عليه يوم تنبه وشاف أنهم تجاوزن الميقات واجب عليه أنه رجع وأحرم من الميقات. أما ما دام أنه أحرم من دون الميقات يكون عليه فدية، عمرته صحيحة لكن يكون عليه فدية عن تجاوز الميقات بدون إحرام. نعم.